ازيكم؟ معانا فيديو جديد لشرح رسم وتظليل ورق الشجر بالالوان خشبيه ورصاص. هو جزء من كورس الرسم لطلاب فنون، هتلاقوا التفاصيل بتاعه الحجز في الكورس في الديسكريبشن. هينزل مجموعه اضافيه خلال الفتره الجايه على الشانل بتاعه اليوتيوب بتاع فيتشر ديزاين، تقدروا تعملوا فيها سبسكرايب عشان تتابعوا الحاجات الجديده. النهارده عندنا مثال بسيط عن ورق الشجر، هنشتغل في تظليل ورق شجر، وهيكون في فيديوهات اكتر عن الاوتلاين والرسم بتاعه والتفاصيل. طبعا الفيديو هيكون فيه رسم بالرصاص وهيكون فيه برضو رسم بالالوان الخشبيه، فتابعوا معايا. الادوات اللي احنا هنحتاجها بسيطه، هنحتاج الوان او اقلام رصاص، درجات 3B، ممكن تستغنى عن 3B تستخدم 4B، اي درجه من درجات البي التقيلة، ودرجه من درجات الاتش عشان تسيح. نبعد طبعا التسيح بالقطن، الايد، الحاجات دي كلها. وهنحتاج ورقه نشتغل عليها بحيث ان احنا ايدينا ما تبصش. طيب طبعا معانا اول حاجه احنا هنبدا بيها في الرسمه اللي احنا شغالين عليها هو الدروب شادو. هنبدا ندي دروب شادو للرسمه دي بحيث ان هي تبدا تطلع شويه من الورقه او تظهر شويه. فتابعوا معانا. طيب بعد ما خلصنا الجزء بتاع الدروب شادو، هنبدا نيجي على العروق دي، نبدا ان احنا نحدد العروق ونبدا ان احنا نظهرها اكتر، وندي لسعات الاضاءه بتاعتها. هنبدا نحدد لسعات الاضاءه ونبدا نكمل تظليل بعدها. تمام. بعد ما خلصنا تحديد الاجزاء الداخليه للرسمه، هنبدا دلوقتي ان احنا نظلل. تمام، نحاول نركز في التظليل هيبقى ماشي ازاي. اماكن الظل والنور، اللسعات الاضافيه بتاعه الضوء غير الفروع بتاعه الورقه نفسها، هيكون في لسعات اضاءه بتاعه الضوء، الضوء جاي منين رايح فين. نبدا نتابع.
طيب زي ما انتم شايفين الرسمه يعني احنا لسه قدامها كتير، فهنحاول ان احنا نوضح لكم شويه اجزاء او تكنيكس واحنا شغالين. القلم لازم يكون نبري كويس جدا زي ما قلنا في الاول، لازم نكون محددين اتجاه الظل والنور كويس. يعني مثلا انا لو قلنا مثلا ان انا هنبدا ان احنا نرسم مثلا حاجه زي البرية دي، فانا لازم اكون محدد ان في نقط هتكون دروب شادو، اعرف الفاليوم بتاع الضوء بتاعها هيكون او شده الاضاءه بتاعتها هتكون عباره عن ايه، بحيث ان انا ابدا ان انا ارسم، وبرضو ابدا احدد التونز بتاعه الحاجه والنقط بتاعه الهايلايت اللي هيكون فيها انعكاس او ريفليكشن بسيط هنقدر نشتغل عليه. طيب احنا عشان نرسم حاجه زي دي لازم يكون معانا سبوت، نحط ورقه الشجر، نبدا ان احنا نشغل السبوت على ورقه الشجر ونبدا ان احنا نرسم. في طريقه ثانيه تقدر ان انت تصور التكوين ده تدخله على الموبايل تحط له فلتر ابيض واسود، بحيث ان انت لو لسه هتبدا تتعرف على الفاليوم بتاعه الايه الظل والنور. طيب واحنا شغالين اتجاه الشغل بتاعنا اللي احنا بنكون شغالين عليه هو بيكون عباره عن تقاطعات بسيطه. بنبدا القلم معانا هو بيكون سن كده، بنبدا ان احنا ندي تدرج زي ما انتم شايفين ناعم، على عكس مثلا لو انت مثلا باري القلم او بتستخدم تكنيك تاني لو القلم بتاعك مبري بكتر او تكنيك تاني بيكون خشن او الملمس خشن شويه. طبعا لكل واحده منهم استخدام، زي ما احنا قلنا دلوقتي الاستخدام اللي احنا نكون مستخدمينه هو التقاطعات، القلم يكون مبري كويس بحيث ان احنا نبدا نحصل على تدرج لوني كويس، وفي نفس الوقت التدرج اللوني ده يكون ناعم مش خشن. نكمل في الورقه اللي احنا شغالين عليها. طيب هنقول ان في الاجزاء دي كده المنطقه دي غامقه، نبدا ان احنا نشتغل على المنطقه دي زي ما انتم شايفين، بنضيف تونات بسيطه، بنبدا ان احنا نرجع عليها بطريقه تقاطع، نغمق الفوليوم شويه بتاعتها. طيب محتاجين نعرف ان اللسعات او الجذور بتاعه الورق دي هي بتكون عباره عن خطوط بسيطه. الخطوط البسيطه دي عشان احنا نبدا نوضحها بنبدا ان احنا نيجي من تحت الجزء ده من هنا كده، وبنبدا ان احنا نعمل له ايه زي جزء تحديد، وكذلك من فوق بنبدا ان احنا نعمل الجزء ده تحديد، ونكمل عادي جدا من غير تأثر بأي حاجة تانية مؤثر، بحيث ان هو يقدر يدينا لسعة الإضاءة اللي احنا محتاجينها ونفس لسعة الإضاءة الموجودة في الورقة. طبعا بيختلف حسب نوع الورقة اللي احنا هنكون شغالين عليها او تفاصيل الورقة، فطبعا ده الكلام ده هنوضحه ان شاء الله خلال الكورس خلال الشرح اللي احنا هنكون شغالين عليه. طيب نبدأ ان احنا نكمل، هنقول مثلا هنا نسينا جزء او عرق صغير نبدأ ان احنا نستخدمه.
طيب احنا دلوقتي تقريبا خلصنا اكبر جزء من الرسمه. طبعا هي لسه ناقص لها تفاصيل كتير، ناقص لها ان احنا نبدا نسيح الخطوط دي في بعضها. طبعا عشان الفيديو ما يكونش طويل فاحنا هنكتفي بكده بحيث ان احنا نلحق نعرض جزء من الالوان الخشبيه. محتاجين نتكلم شويه عن تفاصيل الكورس. الكورس هيكون عباره عن 6 محاضرات، هو مش بس هيكون لرسم ورق الشجر، هو هيكون للمنظور الحر والعناصر الطبيعيه وكمان الطبيعه الصامته باستخدام الالوان الرصاص والالوان الخشبيه. وتابعوا معانا الجزء الثاني.